السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. إذا هذا الفيديو غادي يخص إن شاء الله فرض من فروض اللغة الفرنسية المرحلة الثالثة المستوى الخامس ابتدائي من الدورة الثانية. إذا من بعد ما درت النموذج رقم واحد ديال اللغة الفرنسية وكذلك مجموعة من النماذج ديال الامتحانات ديال النشاط العلمي في القناة، وكنت كذلك بديت النموذج رقم اثنان ديال اللغة الفرنسية، درنا لا كومبريونسيون دو ليكري، لا كونجوغيزون la grammaire, et aujourd'hui on va faire l'orthographe et dictée. Et dans l'orthographe et dictée, نموذج رقم 2 المرحلة 3 ديال المستوى الخامس ابتدائي. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، ارحب بك وادعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش تحفزوني انا نزيد بزاف ديال الفروض ونزيد انني نبارطاجي معكم دي فيديو اللي غادي يفيدكم ان شاء الله. مرحبا بكم. اذا الاورتوغراف اي ديكتي عندي 4 ديال لي كاستيون او بيان 3 كاستيون، عندي 3 ديال لي كاستيون ديال الاورتوغراف اي اون سول كاستيون بور لا ديكتي. داكوغ، اذا على بركة الله نبداو الفرض ديالنا. دونك الاورتوغراف اي ديكتي، لا بروميير كاستيون كومبليت افيك بري بري اي بري. دونك هادو سو سون دي زومونيم، يعني كيتنطقوا بنفس الطريقه، صافي بنفس لا فاسون كيتنطقوا هاد الثلاثه ديال الكلمات بري بري بري، ولكن كيتكتبوا بطريقه مختلفه. هاد بري هادي كتعني تقريبا الحقل، بري كتعني قريب من شي بلاصه، بري دو ليكول يعني قريب من المدرسه، بري كتعني زعما راه مستعد، يعني استعداد، مجال الاستعداد. مزيان، تابعوا معايا. دونك لو فيلاج او جابيت اي دو لا فوغي، دونك الفيلاج اللي كنسكن فيه قد قريب من 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 الغابه، دونك قريب من الغابه، دونك عندي هادي صافي بري. دونك لو فيلاج او جابيت اي بري دو لا فوغي، صافي بري دو لا فوغي. بي لاربيتر اي بري ا سيفلي لا فان دو ماتش، الحكم راه واجد انه يصفر نهايه المباراه، يعني هنايا غنديرو بري هادي. جو سوي ريستي دوفون لورديناتور بخي دون اور، جلست قدام الحاسوب تقريبا شحال ساعة، يعني قريبة ساعة. دونك هنايا بخي هادي. جو سوي بخي بور الي جوي دون لو بري كي سو تروف بخي دو تيران دو فوت، جو سوي بخي انا واجد، دونك بخي هادي. بور الي واجد انني نمشي نلعب دون لو بري، نلعب بحال الحقل اولا بواحد الملعب اولا كوم سا. دونك بري هادي كي سو تروف، لي كيتواجد بري دو تيران دو فوت، لي كيتواجد قدام الملعب ديال الكره، قدام ولا قريب من الملعب ديال الكره، صافي. دونك لو فيلاج او جابيت اي بري دو لا فوري، لاربيتر اي بري ا سيفلي لا فان دو ماتش، جو سوي ريستي دوفون لورديناتور بري دون اور، جو سوي بري بور الي جوي دون لو بري كي سو تروف بري دو تيران دو فوت. Donc, allez, il y a la question l'oula. Déjà, la deuxième question, suivez avec moi. Entoure la forme de l'adjectif qui convient. Adin douro, elle a l'adjectif le mounasif. Mais le nom, il tâche le nom, sna, et qu'on a d'na, l'accord entre l'adjectif et le nom, ça fait. Donc, le téléphone, ou je vais dire le fin, ou la fine, ou la fine. Donc, on a besoin de deux, c'est très simple. Sna, on a deux, bah, le genre et le nombre, dit le nom. Donc, le téléphone, c'est un nom masculin. زيد بلوريال او بيان سينغولي، سينغولي دونك ماسكولين سينغولي، واش هي فان ولا فين ولا فين. دونك لا ريبونس تري سامبل، دونك فان هادي. دونك نقولو لو تيليفون، لو تيليفون مالو، لو تيليفون فان، لو تيليفون فان سي بيان. لو شومان، لو شومان عاوتاني ماسكولين سينغولي، واش نقولو لونغ او بيان لونغ او بيان لونغ. دونك الاجابه c'est long. Donc le chemin, chemin long. Donc d'avoir l'adjectif le mounas. Les écrans blancs ou bien blanches ou bien blancs. Donc les écrans, quand on dit un écran, un écran c'est masculin, voilà qui est pluriel هنا في هذه الحاله masculin pluriel. Donc هذه masculin donc ما دخلاش هنا، يبقى لنا هذه féminin pluriel، هذه masculin pluriel. Donc le جواب هو donc les écrans, hein, blanc, ouais, mais chez blanche, blanc. Là, on dit la belle nature, ou bien la belle nature, ou bien la bonne nature. Donc, ben, la belle nature, et cette nature, c'est féminin, singulier, donc, belle, féminin,
Singulier, d'accord. Donc on dit la belle quoi? La belle nature, la belle nature. Donc la belle nature. Donc un blanc. Donc le téléphone fin, le chemin long, les écrans blancs, la belle nature. D'accord. Deuxièmement, la troisième question. Suivez avec moi toujours. Relie chaque nom masculin au nom féminin qui lui convient. Donc, on a les noms masculins, on a les noms féminins. Ça va? Le municipal d'Yel. Donc, un directeur, finalement, le féminin d'Yel a le nom. Un directeur. Féminin, c'est une directrice. Une directrice. Elle me dit, ou elle me dit, une directrice. Un directeur, une directrice. Un instituteur, une institutrice. Une institutrice. Un conducteur, une conductrice. Un acteur, une actrice. Ça va? Donc, un directeur, une directrice. Un instituteur, une institutrice. Un conducteur, une conductrice. Un acteur, c'est une actrice. Ça va? Deuxièmement, maintenant, la question d'elle, la dictée. Suivez avec moi. Donc, écrit. Donc, Naya, le professeur, qui trahbad les noms. اسماء او لي زادجكتيف باش تكتبهم بطريقه صحيحه صافي. دونك انا مثلا غنفتي عليكم مثلا واحد الجمله. دونك اون شوميز شوميز اون شوميز بلانش اون شوميز بلانش. دونك هنايا الاستاذ غادي يكون كيفيزي كيفاش غتكتب هاد بلانش هادي. واش غتكتبها هكا ولا غتكتبها بلان هكا هكا ولا غتكتبها بلان كوم سا بلانش وتخليها هكا بلا وتخليها كوم سا ديرها بلوريال. دونك خصك تنتبه صافي. دونك لي بلانش لي صحيحه هي هادي. دونك اون شوميز بلانش لادجيكتيف سي بلانش. كومون اي لا شوميز سي بلانش. داكور لا كولور سي بلانش سي بيان. مثلا غيقول لكم ممكن يقول لكم كاين لو فيمينان ديال باغ اكزومبل لو فيمينان دو شونتور سي شونتوز. Donc chanteuse, chanteur masculin, هذا masculin, هذا féminin. Donc هذو هما الكلمات اللي ممكن يطرح عليكم الاستاذ في لا ديكتي صافي. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا لا فيديو اللي كان كيخص فرض من فروض المراقبه المستمره المستوى الخامس ابتدائي المرحله الثالثه الدوره الثانيه فرض ديال لورتوغرافي ديكتي ضمن اللغه الفرنسيه. كنتمنى انكم تزيدوا دعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمود البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.